السلام عليكم متابعي قناة علم الزرع. نتكلم اليوم إن شاء الله كما تشاهدون في الصورة عن البيضة وكيف تتكون البيضة. عادة تتكون البيضة داخل قناة البيض، وقبل أن نتكلم عن أجزاء قناة البيض والوقت الذي تحتاجه البيضة وكل أجزاؤها حتى تتكون بشكل كامل، نتكلم عن المبيض. فيوجد للدجاجة مبيضين، مبيض أيمن ومبيض أيسر، لكن المبيض الذي يعمل فقط هو المبيض الأيسر وليس المبيض الأيمن، وهذا المبيض يحتوي على عدد كبير من البويضات الغير ناضجة، وهو ما يسمى بالصفار، ويشبه كما تشاهدون في الصورة عنقيد العنب، حيث أنها تحتوي على عدد كبير جدا يعتبر بالآلاف أو بالمئات. هذا الصفار بعد أن يصل إلى مرحلة النضج الكامل تحت تأثير هرمون FSH الذي يفرز من الغدة النخامية، يصل إلى مرحلة النمو الكامل، يقذف في داخل قناة القمع. وداخل قناة القمع كما نشاهد في هذه الصورة يمكث فيها الصفار حوالي 15 دقيقة، بعد ذلك ينتقل إلى الجزء الآخر وهو المعظم، أيضا كما نشاهد في هذه الصورة. فيها المعظم يتم تكوين البياض، فطبقة البياض الداخلي الخفيف والبياض الخارجي الخفيف وطبقة البياض الداخلي الكثيف. تتكون هذه الطبقات داخل منطقة المعظم حيث تحتاج ما بين ساعتين إلى 3 ساعات. نأتي بعد ذلك إلى منطقة البرزخ وتمكث فيها الصفار مع البياض حوالي 15 دقيقة أيضا كما في القمع، حيث يتكون في هذه القناة أغشية القشرة التي تعمل على حماية القشرة من الداخل. بعد ذلك ننتقل إلى الرحم وتمكث فيها البيضة مع كل أجزائها حوالي 20 ساعة، هي الأطول. لماذا؟ لأن في قناة الرحم يتم تكوين وإفراز كربونات الكالسيوم الذي ستتكون منه القشرة، لذلك تحتاج إلى وقت كبير. لذلك يراعى عند تقديم الأعلاف للدجاج خاصة الدجاج البيض أن تكون نسب الكالسيوم فيه مرتفعة حتى لا يخرج البيض الخداج أو البيض رقيق القشرة، وبالتالي تكون القشرة بكامل مكوناتها وقوية. أيضا كما قلنا تمكث حوالي 20 ساعة داخل الرحم، ثم بعد تكوين القشرة تخرج إلى منطقة المهبل. في منطقة المهبل تمكث فقط دقائق قليلة لتم إخراجها بعد ذلك عن طريق فتحة المجمع إلى خارج جسم الدجاجة، وبالتالي تحتاج الدجاجة حتى تكون البيض داخلها بكل أجزائه كما تكلمت عنها من قناة القمع أو من المبيض في البداية حتى منطقة المجمع حوالي 25 ساعة إلى 28 ساعة. ومعنى هذا الكلام أن البيضة تحتاج أكثر من يوم حتى تتكون، وأن الدجاج أو الدجاجة الواحدة لا تستطيع أن تنتج بيضة أو بيضتين في اليوم الواحد. إذا أعجبتك هذه المعلومة واستفدت منها بشيء جديد، فيسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد، كما ويسعدني إذا لم تصل لك المعلومة بشكل كامل وأردت أن تسأل سؤال اكتب لنا في التعليقات. كان معكم المهندس مالك أبو هربيط قناة علم الزراعة. في نهاية هذا الموضوع لا ننسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.